بسم الله الرحمن الرحيم. راح ناخد اليوم طريقة عمل شال للرقبة من هذه القناة. راح احط لكم الرابط تحت الفيديو. بداية راح نعمل 24 سلسلة. الخيط اللي راح تستخدموه اي خيط يكون سميك نوعا ما، والابرة طبعا سميكة، بس يفضل انه الابرة تكون اعرض شوية، لانه زي ما انتم شايفين هنا الغرز لازم تكون واسعة اثناء العمل. طيب اي خيط يعني ممكن تلاقوه يكون مرسوم عليه شال او نوعيته تنفع انها تكون شال، الافضل انها تكون ناعمة حتى ما تتحسس البشرة. طيب نعمل عمود في ثالث غرزة او ثالث سلسلة من السلاسل بعد الابرة. نعمل عمود واحد، شايفين كيف السلاسل واسعة لانه الابرة كبيرة، أكبر حتى شوية من مقاس الخيط المفترض يعني. بعدين نعمل عمود في بقية السلاسل كلها نعمل فيها عمود واحد. الفكرة إن الغرز تكون واسعة حتى تعطي شكل حلو يعني. ونكمل إلى نهاية السطر، نعمل عواميد في كل السلسلة. وهذا حيكون شكل أول السطر. بعد كده نقلب العمل، نطلع سلسلتين ونعمل في نفس المكان اللي طلعنا منه سلسلتين، راح نعمل فيه عمود. وبعد كده بقية السطر راح يكون عبارة عن عواميد في الحلقة الخلفية فقط، يعني راح نشتغل في الحلقة الخلفية بعد هذه الغرزة في كل السطر. هيكون عندنا 22 عمود في الحلقة الخلفية. نستمر بهذا العمل إلى نهاية السطر. راح فكرة العواميد الخلفية دي راح تعطينا تباين وبروز بين الأسطر، تعطي شكل حلو للشال. راح يكون عندنا سطر بارز وسطر عفوا داخل للداخل. نتأكد ان كل غرزة فوق الغرزة تبعها، وبداية السطر ونهايته تماما فوق الغرز تبعهم، حتى ما يصير لخبطة في البداية والنهاية ويميل معانا السطر. بعد ما انتهينا من عمل السطر، شايفين كيف باين انه في تباين بين السطر الاول والثاني. نقلب العمل بعد كده ونكرر، نعمل 20 سطر بنفس الطريقة، بطريقة استعمال العمود اللي من الغرزة الخلفية. بعد ما انتهينا من 20 عمود راح نعمل نطبق العمل اليمين مع اليسار بطريقة متساوية بدون ما نقص نهاية العمل، يعني لما نخلص السطر الأخير ما نقص الخيط، نطبقهم بطريقة متساوية وندخل الإبرة من الجهة اليمين للحلقة المقابلة لها من اليسار حتى نعمل منزلقة، ونفس الفكرة نعملها في بقية السطر، الناحية اليمين مع الناحية اليسار بطريقة متطابقة لنهاية السطر. نستمر في العمل بنفس الفكرة، الفكرة منها ان نخيط القطعة من الداخل ونجمع الطبقات مع بعض بحيث انها تصير كأنها طبقة واحدة. نهاية السطر نكون كده انتهينا من عمل الشال. كل اللي نعمله دحين ان احنا نقص الخيط ونخبي الخيوط الزايدة، وبس نقلب القطعة كاملة للأمام وتكون جاهزة للبس. ملبوسة العافية مقدماً.